عظيم عليك. والله والله انا بعدين اديك كيف تفطر وجهي. هلا من 6 اشهر مي ما عندنا، يعني ليك على بالسطل وبالترموس بنجيب، نظافي ما في، الجورة التواليت ليك، السواق يتفرج، اطراب كي معنا كلياته، يعني ما عندنا هون شيء خالص، يعني هم عايشين والله اطفال من قلت الموت، ما في عندنا شيء طاول هوني، منتشر هالجرب هلا صايفينا هون كلياتنا الكبار والصغار، هلا الكبار كلنا فينا. والاطفال في هون صاروا يعني مثل ليك صابون جفاف مثل السل تفرج هيكي ليك كلياتهم صابون هيكي من قلت المي من قلت النظافي ومن هالتواليت هيك على هالجورة كشاخ على هالسواق يطلع فوق منا البق والدبابين اكلنا. نحن بنقيم مخيم تجمعات مورين، بنعاني من شح المياه، في عنا عدد العوائل 370 عائلة، بنعاني من حالات الجرب، في عنا حالات جرب كتير كتير كبيرة، ما يقارب 50 حالة بين رجال ونساء وأطفال، المي يعني كتير عم نعاني منه ومن الصرف الصحي، بسبب الصرف الصحي الملوث عم بتسبب عنا حالات حبة سنة بالشمانية. ما في اي مكافحه، المي جدا جدا شحيحه، لما بنجيب المي عم نعاني منها صعوبه، المسافات بعيده والمي غير نظيفه غير معقمه، ما في عليها رقابه.